عقب لقائه بالقاهرة ولي العهد البريطاني والسيدة قرينته، السيسي يشدد على تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود. نحن في التعاون مع المظاهرات، مع الوقفات، مع زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم ينفي أي تورط في عمليات قتل لمتظاهرين سودانيين. تقدمت بطلب ترشحي في المفوضية. فتحي باشاغا يقدم رسميا أوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 من ديسمبر القادم. أخبار السابعة صباحا من قناة النيل، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة والتي شدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه والسيدة قرينته ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والسيدة قرينته على تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابي الأخير بمدينة ليفربول. وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والسيدة قرينته إلى مطار القاهرة في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة كورونا. هذا وقد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى جلالة الملكة إليزابيث، ومعربا عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذا في الاعتبار ما تمثله دوما الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكل من مصر وبريطانيا. من جانبه أعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلاً إلى السيد الرئيس تحيات الملكة إليزابيث، ومؤكداً سعادته بالتواجد في مصر مجدداً وحرصه على زيارتها، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين. قام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وقرينته وفقهما الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بجولة داخل الجامع الأزهر الشريف. بعد 15 عاما من آخر زيارة له في مصر، جاء صاحب السمو الملكي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته إلى القاهرة مرة أخرى. الرحلة بدأت من الجامع الأزهر بعد لقائه برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وقرينته. شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب استقبل الأمير تشارلز وناقش معه سبل تعزيز الحوار بين الأديان، كما أهدى شيخ الأزهر الأمير تشارلز نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها مع البابا فرانسيس في أبوظبي عام 2019. من جانبه أعرب الأمير تشارلز عن تقديره للجهود التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر في الحوار بين الأديان خلال السنوات الماضية، وخاصة الجهود التي بذلها الأزهر والفاتيكان في تعزيز الحوار ونشر السلام العالمي. والتقى شيخ الأزهر والأمير تشارلز عددا من الباحثين الأزاهرة الحاصلين على منح لدراسة الماجستير والدكتوراه من بريطانيا. بعد زيارته للجامع الأزهر، توجه الأمير تشارلز إلى منطقة الضرب الأحمر في زيارة إلى بيت الرزاز، أحد الآثار التي تعود إلى العصر المملوكي، حيث التقى أمير ويلز بعدد من أصحاب الفنون اليدوية واستمع إلى شرح لمختلف القطع الفنية. هو يعني عجبه الطبق اللي هو بتاعي اللي هو موجود هنا في اللقطة، ويعني سأل على التقنيات، ويعني كان مهتم جدا يشوف طريقة الحريق، يعني دخل في التفاصيل. استغرب ان في حد لسه مازال
في المهنة دي. يعني طبعا عارف ان المهن في مصر انقرضت، فاستغرب ان في واحد مازال متمسك بيها وعنده القدرة ان هو يعمل اي شيء ان كان مهما كان صعوبته، فده هو اللي استغرب له يعني. كما أبدى الأمير إعجابه بالحرف اليدوية واستمرارها حتى ذلك الوقت، خاصة مع اهتمامه بمختلف ألوان الفنون، لذلك كانت منحة الأمير تشارلز للفنون حاضرة وبقوة من خلال هذا المعرض. بقالنا في مصر من 2006 من ساعة الزيارة الأخيرة للأمير تشارلز، ومن ساعتها ابتدينا نشتغل على تطوير الحرف وعلى تعليم الحرف تاني للطلبة. وشهد عام 2006 آخر زيارة رسمية للأمير إلى مصر، وذلك ضمن جولة شملت السعودية والهند، هدفها تعزيز الحوار وقيم التسامح والتفاهم بين الأديان. زيارة الأمير تشارلز إلى القاهرة تعكس العلاقات المتميزة بين بلدينا، كما أنها تساهم في توطيد العلاقات الإنسانية، كون مصر هي مهد الحضارة الإنسانية، وهي العنوان الذي يتجه إليه قادة العالم وملوكه حينما تكون الحضارة والإنسانية في مواجهة خطر مشترك. رمضان المطعني، النيل. زار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أمير ويلز وقرينته كاميلا دوقة كورونال منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث رافقهما وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني. واستهل ولي العهد البريطاني وقرينته الزيارة من أمام هرم خوفو، حيث أعرب عن مدى انبهارهما بعظمة أهرامات مصر الخالدة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي سيف واحد الذي تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي سيف واحد والذي تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره. بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكدا على حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.
في القاهرة أيضا نظمت هيئة الرقابة الإدارية نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يأتي هذا نموذج في إطار تنفيذ الإجراء الثاني من الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق برفع وعي شباب الجامعات وتعميق معرفتهم بالقضايا المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد. في العاصمة اليونانية أثينا يبحث اليوم الجمعة وزير الخارجية سامح شكري مع نظرائه في فرنسا واليونان وقبرص سبل تطوير العلاقات المصرية الأوروبية في كافة المجالات. ويبحث وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص خلال الاجتماع أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نفى زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم تورط قوات الأمن السودانية في أي عملية قتل متظاهرين يطالبون بعودة حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الانتقالية. نحن في التعاون مع المظاهرات مع الوقفات مع وظيفة نحن أخواننا وأهلنا التعاون بتمشي لأن ما عندنا تسليح ناري. في معلومات في عدد من الوفيات. ولذلك نحن الان الوفيات دي اخوان العون والصافات لو ما وصلنا احنا في الشرطه على اساس انه بدينا في اجراءات ونبدا ونتحرى ونمشي نشوف نكمل الاجراءات المعروفه ونمشي للمستشفى نمشي المشرحه نشوف الشهداء نشوف الاصابات دي ذاتها من وين. وقال زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم إن مخربين تسببوا في وقوع أعمال شغب خلال المظاهرات المطالبة بعودة حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. منذ الصباح في التسريح في الشوارع. تسريح في عنف مع القوات اللي كانت موجودة في التأمين. هنا أساسا بنشر قواتنا بنأمن المسيرات دي لأنه تعلمنا يا أخوان المسيرات دي كلها فيها برضه مخربين. ما كل هذه الصور في مخربين في مدرسين في ناس يسيرون الشغب في ناس هذو شغالين ضد الحراك بيمشي حتى المسيرات اللي بتمشي والمظاهرات اللي بتجي. في سياق متصل أصدرت السلطات السودانية قرارا يقضي بإعادة خدمة شبكة الإنترنت الدولية تدريجيا بعد قطعها منذ 25 من أكتوبر الماضي. كان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أصدر في 25 من أكتوبر الماضي عددا من القرارات الاستثنائية من بينها عزل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك الانتقالية خوفا من وقوع حرب أهلية. في العاصمة الليبية طرابلس قدم فتح باشاغا وزير الداخلية الليبية السابق أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 من ديسمبر القادم. تقدمت بطلب ترشحي في المفوضية وبإذن الله أولا هني الشعب الليبي لأن هذه تعتبر أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا وهذا الحلم اللي كان يحلم به كل ليبي واللي ضحينا من أجله وليبيا بإذن الله لن تعود قبل سنة 2011 ليبيا بإذن الله سوف نبنيها وتكون ليبيا الجديدة مختلفة تماما عن ما كانت في السابق وسوف تنتهي هذه المعاناة وهذا الألم وهذه الدموع وهذه الدماء لن تكون هناك أي دماء ولا أي دموع إلا دموع الفرح. يبدو أن الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 من شهر ديسمبر ستشهد معركة حامية الوطيس. وزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة فتحي باشاغا قدم رسميا أوراق ترشحه لمكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس. وبلغ عدد من قدموا أوراق ترشحهم للمنافسة على المنصب الرئاسي 15 شخصا حتى الآن بحسب مفوضية الانتخابات بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيل صالح مساء الأربعاء ترشحه للانتخابات المقررة بعد أقل من 40 يوما لكنه لم يقدم بعد أوراق ترشيحه للمفوضية.
وفشل بشاغة وهو طيار عسكري متقاعد مطلع فبراير الماضي في مساعي تولي رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة التي ذهبت لمنافسه عبد الحميد لبيبة بعد تداول اسمه على نطاق واسع. وخلال فترة توليه منصب وزير الداخلية من 2018 إلى مطلع 2021 حظي بدعم شعبي متصاعد، خاصة بسبب مواقفه المناهضة للمجموعات المسلحة ومحاولاته المتكررة للحد من نفوذها ودعواته لتفكيك هذه المجموعات ودمجها. وتشهد البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي تربع على عرش السلطة منفردا لأكثر من 4 عقود صراعا على السلطة، لا سيما بين الشرق والغرب، مع هيمنة الميليشيات المسلحة وتدخلات أجنبية. وما زالت هناك أصوات تعارض إقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي. في مدينة النجف العراقية شدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي فاز بأعلى عدد مقاعد برلمانية في الانتخابات العراقية التي جرت أوائل شهر أكتوبر الماضي على ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق. في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي: 1- محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد. 2- تصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة. 3- قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق الحبيب هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية. 4- حل الفصائل المسلحة أجمع. 5- ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة. ملامح الحكومة العراقية الجديدة: إما تشكيل حكومة أغلبية وطنية بزعامة التيار الصدري، وإما ذهابه نحو المعارضة بحسب زعيم التيار مقتدى الصدر الذي قطع الطريق بذلك على جميع المحاولات لإعادة وإنتاج منظومة المحاصصة. ويرى محللون أن الصدر وضع القوى الخاسرة في الانتخابات التشريعية في موقف صعب من خلال طرح حزمة شروط تبدو مستحيلة بالنسبة إليها للمشاركة في حكومة يكون هو من يشكلها، لافتين إلى أن شروط الصدر التي جاءت في مؤتمر صحفي بالنجف يوم الخميس لم تخلو من نبرة تحد لهؤلاء وللدول الداعمة لهم، حيث طالبهم بضرورة قطع العلاقات معها وحل الميليشيات التابعة لهم. ويرى المحللون أن الصدر أراد إرسال رسالة إلى خصومه السياسيين مفادها أن محاولات الترهيب والتهويل لن تؤتي أكلها في تغيير الواقع الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة لا سيما داخل البيت الشيعي، وأن إصرارهم على المشاركة في حكومة جديدة لن يكون مجاناً. وتسعى القوى السياسية الخاسرة إلى تشكيل حكومة محاصصة تبقيها في السلطة، وهو موقف يصطدم بالموقف الحاسم للتيار الصدري المصر على تشكيل حكومة أغلبية يكون هو المسؤول عنها. وهذا الوضع دفع بحسب مراقبين الميليشيات إلى الضغط على السلطات المشرفة على العملية الانتخابية لإجبارها على إجراء تحويرات على مستوى النتائج الأولية للانتخابات، الأمر الذي سيشكك إن حصل ذلك في مصداقية تلك السلطات. وحصل التيار الصدري على أكثر من 70 مقعدا من أصل 329، وأعلن أن رئيس الوزراء المستقبلي يجب أن يكون من حزبه، ويرى خبراء أنه يمكن أن يسعى إلى بناء أغلبيته البرلمانية من خلال التحالف مع أحزاب سنية وكردية، في حين حصل ائتلاف دولة القانون على 37 مقعدا. أما تحالف الفتح فبعد أن كان القوة الثانية في البرلمان السابق
السابق برصيد 48 مقعدا، فقد حاز على نحو 15 مقعدا فقط في انتخابات 10 أكتوبر بحسب النتائج التي لم تصادق عليها السلطات المعنية بشكل نهائي. وندد قياديون في التحالف بما وصفوه بالتزوير في العملية الانتخابية، واعتصم أنصارهم الذين يمثلون فصائل ضمن الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء. في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قال نبيل أبو ردين المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمدت أكثر من سابقتها في عمليات قتل وجرائم حرب ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقال نبيل أبو ردين إن القيادة الفلسطينية تملك كافة الوسائل القانونية للذهاب للمحافل الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها التي تخرق بها القانون الدولي. طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هوتسواغ بما وصفه بتفاهم متبادل لمسائل ثنائية وإقليمية يمكن أن يقلص من الخلافات بأقصى قدر ممكن. وقالت تقارير صحفية إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإسرائيلي حدث بعد ساعات على الإفراج عن زوجين إسرائيليين كانا محتجزين في تركيا منذ أسبوع للاشتباه في قيامهما بعمليات تجسس. قال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب ترأس اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج إن التونسيين يستحقون قضاء عادلا قويا في مواجهة الفاسدين. حتى أصبح البعض يعرف بأنه قاذا ينتمي لتيار معين أو لشخص معين. القضاء هو قضاء الدولة التونسية. القضاء كما ورد في الدستور مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ولا يمكن أن نواصل في ظل مثل هذه الأوضاع مع احترامنا لأغلبية القضاة الشرفاء، ولكنهم يعلمون ويتألمون لما يحصل في كثير من القضايا. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الهادف لاستعادة الأموال المنهوبة يعد مشروعا بالغ الأهمية لكل التونسيين. إن الصلح الجزائي لن يكون فقط إلى غاية سنة 2011 و2000، الصلح الجزائي إلى غاية صدور المرسوم، لأن الأموال التي نهبت والأموال التي تم تهريبها في العشرية الماضية لا تقل عن الأموال التي نهبت في العشرية التي قبلها. هذا مشروع هام ويمكن بالفعل أن يحقق الكثير من المشاريع. في مدينة نيويورك أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أدان فيه بأشد العبارات استيلاء المتمردين الحوثيين على مقر السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء، ودعا بيان لأعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى الانسحاب الفوري لجميع العناصر الحوثية من مقر السفارة الأمريكية بصنعاء. في العاصمة الروسية موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قاذفات حلف الناتو التي تحمل أسلحة خطيرة للغاية تحلق على بعد 20 كيلومترا من حدود بلاده. ينبغي أن نضع في الحسبان أيضا أن الشركاء الغربيين يفاقمون الموقف بإمداد كييف بأسلحة حديثة فتاكة وتنفيذ مناورات عسكرية استفزازية في البحر الأسود وأيضا في مناطق أخرى قريبة من حدودنا. بالنسبة للبحر الأسود فإن أحدث المناورات تتجاوز حدودا معينة
إذ حلقت قاذفات استراتيجية على بعد 20 كيلومترا من حدود دولتنا، وهي تحمل أسلحة خطيرة كما تعلمون. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب لقائه في واشنطن بنظيره المكسيكي مانويل لوبيز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو إنه يجب قيادة اقتصاد العالم نحو التعافي. بوسعنا مواجهة كل التحديات إذا أتيح لنا الوقت الكافي للحديث معا عن طريق العمل المشترك. علينا أن نقضي على جائحة كورونا وأن نتخذ إجراءات حاسمة لكبح أزمة المناخ، وعلينا أيضا أن نقود خطة شاملة للتعافي الاقتصادية والتأكد من استفادة كل أفراد شعوبنا منها، وعلينا كذلك أن نواجه تحديات موجة هجرة غير مسبوقة وإدارة التحديات التي يواجهها نصف الكرة الغربية الذي نعيش فيه. من جانبه قال جاستن ترودو رئيس وزراء كندا إن التكامل بين اقتصادات بلاده والولايات المتحدة والمكسيك يوفر وظائف جديدة. نحن ثلاث دول ذات علاقة قوية تربط بين شعوبها ولها رؤية وقيم مشتركة بشأن المستقبل تجعلها متحدة بقوة. على رأس أولوياتنا بالطبع القضاء على كوفيد-19 والتركيز على التعافي الاقتصادي وتعزيز سلاسل الإمداد والتمويل. نحن نسعى للتأكد من أن اقتصادات أمريكا الشمالية المتكاملة سوف توفر وظائف جيدة وتدعم الطبقة الوسطى في بلداننا الثلاث، وهذا يتعزز باتفاقية من طراز عالمي لحماية حقوق العمال، كما أننا مستعدون لمواصلة العمل معا بشأن أزمة المناخ. في سياق متصل أشاد الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز بسياسة نظيره الأمريكي جو بايدن في مجال توفيق أوضاع المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية. لم يسبق لرئيس للولايات المتحدة أن عبر بهذا الوضوح عن التزامه بتحسين أوضاع المهاجرين كما فعلت أنت، وهذا شيء مقدر للغاية بالنسبة لي، وأخص بالذكر في هذا المقام العرض الذي قدمه الرئيس بايدن بالتوفيق أوضاع 11 مليون مهاجر يعيشون ويعملون بإخلاص في هذه الأمة العظيمة. أريدكم أن تنالوا دعم مجلس الشيوخ بشقيه الديمقراطي والجمهوري. بكل تأكيد اتفقنا أن نعيش أوقاتا سعيدة بالرغم من اختلافاتنا وتحدياتنا، وهذا هو النهج الذي يتحول من خلاله الإبداع والعاطفة ليصنع تاريخ الأمم. في محاولة لتحسين العلاقات بين الدول الثلاثة التي شكلت منطقة تجارة حرة لأمريكا الشمالية عقدت في البيت الأبيض قمة الأصدقاء الثلاثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس لوبيز ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، هي القمة الأولى منذ 5 سنوات. بحسب بيان للبيت الأبيض يأتي اللقاء تتويجا لعشرة أشهر من العمل لتنشيط منطقة أمريكا الشمالية كمنصة مهمة لدعم الاقتصاد المحلي من جهة، فضلا عن الشراكة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في حل التحديات الإقليمية والعالمية من جهة أخرى. الزعماء الثلاثة أكدوا على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاثة طبقا لاتفاقية التجارة الحرة بينهم، واتفق القادة أيضا على الحفاظ على تعاون وثيق في سلاسل التوريد المرنة لتعزيز الأمن القومي وتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وبالرغم من إبداء الزعماء الثلاثة التوافق بشأن العديد من القضايا المشتركة، إلا أن قضايا الهجرة والإجراءات الحمائية لا يزال محور خلاف بين الزعماء الثلاثة. فكندا ترى أن سياسة بايدن اشتري المنتجات الأمريكية الذي يعني شراء الحكومة الفيدرالية أسطول سيارات أمريكية الصنع تصفه أوتاوا بأنه حمائية سافرة، ولابد من حل لتلك المشكلة. بينما تتعرض المكسيك إلى ضغوط للتدخل لحل أزمة الهجرة على حدود الولايات المتحدة والتي تنذر بتداعيات سياسية جمة، وترى المكسيك بضرورة حل هذه المشكلة بشكل جذري بالتعاون مع واشنطن. وتعرضت القمم بين الدول الثلاث تاريخيا لانتقادات لتفضيلها رمزية على الجوهر، لكن اجتماع هذا العام يأتي في وقت تواجه فيه الدول الثلاث خلافات عميقة تفرض عليهم التعاون لمعالجة الكثير من التحديات، وذلك من أجل مصالح الأصدقاء الثلاثة.
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الأمس الخميس شهد تسجيل 911 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 73 حالة وفاة. وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن الأمس شهد أيضا خروج 419 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 289,952 حالة. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. بعد سنوات من الإهمال، أبرج قلعة باشطابيا التاريخية بمدينة الموصل العراقية تواجه خطر الانهيار. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بعد هذا الفاصل. أعلن البنك المركزي المصري أن تحولات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس لعام 2021 ارتفاعا بنسبة 11.6% على أساس سنوي، لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس من العام السابق. وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في القاهرة أيضا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي قفزت بنسبة 35.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020. وأوضع الإحصاء أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأفريقي بلغت 3.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 2.9 مليار دولار لنفس الفترة من 2020، بنمو نسبته 37.8%. تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد ليتجاوز سعر الدولار الواحد 11 ليرة بعد خفض جديد لمعدل الفائدة الرئيسية من قبل المركزية التركية. وجرى التداول بالعملة المحلية التي خسرت ثلث قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام عند 11.10 ليرة للدولار، وأثار خفض جديد للفائدة الرئيسية وهو الثالث في أقل من شهرين من 16% إلى 15% ردود فعل قوية في تركيا، فيما يبلغ معدل التضخم 20% على أساس سنوي. تواجه أبرج قلعة باشطابية التاريخية بمدينة الموصل العراقية خطر الانهيار، وذلك بعد سنوات من الإهمال. لم تعد قلعة باشطابية التاريخية بمدينة الموصل العراقية غريبة عن شتى التهديدات المتواترة عليها وعمليات الهدم التي طالت معظم أركانها، غير أن الخطر الذي أصبح محدقا بها هذه المرة يأتي جراء الإهمال الجسيم. القلعة التي يعود تاريخ تشييدها للقرن الثاني عشر تعرضت لهجمات عدة مرات خلال غزوات من جيوش مختلفة، كان أولها أثناء حملة قائد جيوش التتار هولاكو على العراق في منتصف القرن الثالث عشر، ثم تعرضت للهدم مرة أخرى خلال حملة القائد التتاري تيمور لانك بعد مرور أقل من 100 عام. باشطابيا هي كلمة مفردة جاءت من اللغة التركية، هي باش وتعني الرئيسي، وطابية تعني البرج، فتسمى البرج الرئيسي أو القلعة الرئيسية. كان للدولة العثمانية الفضل في إعادة بناء القلعة التي طال الهدم معظم أرجائها في القرن الخامس عشر الميلادي، وقامت باستخدامها كحصن وقاعدة عمليات عسكرية للدفاع عن المدينة ضد الغزاة. أما اليوم فيظهر جليا على القلعة علامات الإهمال الجسيم،
فيما تواجه أبراج المراقبة الخاصة بها خطر انهيار الوشيك. يعني القلعة اللي جاوزت حرب داعش وجاوزت الحرب العراقية وجاوزت كل الحروب اللي مرت من مئات السنين، للأسف اليوم راح تسقط بالإهمال، راح تدمر بالإهمال، الإهمال الحكومي اللي موجود المفروض الحكومة تهتم بيها. احنا ممكن بأي وقت هاي القلعة تسقط، واحنا قلنا اكو رمزية لها في نفوس أهل مدينة الموصل، هي تمثل جزء من هويتنا وجزء من تراثنا وتاريخنا. وتم تشييد قلعة بشطبية على قمة أعلى تل في منطقة المدينة القديمة في الجزء الغربي من المدينة على ارتفاع 45 مترا على نهر دجلة، واستخدم في بنائها مواد كانت موجودة في ذلك الوقت مثل الحجارة والقص والجبس. ولعبت القلعة التاريخية دورا مهما في حصار القائد الفارسي نادر شاه لمدينة الموصل خلال الحرب العثمانية الفارسية بين عامي 1743 و1746، حيث تمكن السكان المحليون وقتها من الدفاع عن المدينة وإجبار نادر شاه على الانسحاب ورفع الحصار عن المدينة. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. عقب لقائه بالقاهرة ولي العهد البريطاني والسيدة قرينته، السيسي يشدد على تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود. نحن بالتعاون مع المظاهرات مع الوقفات مع زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم ينفي أي تورط في عمليات قتل متظاهرين سودانيين. بطلب ترشحي في المفوضين. فتحي باتشاغا يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 من ديسمبر القادم. نهاية النشر، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء الجديد.